أنا بخدم ببيت لحم برعية المهد هون سانت كاترينا. رسالتي في عنا مع الكبار العائلات، عندنا لجنة عائلة، كمان في تحضير للخطاب، دورة الخطاب، تحضير للأول أرباني. عندي كمان مجموعة اسمهم العائلة، جماعة العائلة الفرنسيسكانية. مسيرة ربنا معنا. الله تيوصل للإنسان عنده طرق كتيرة، وطرقه كتير غريبة. من أنا وصغيرة كان عندي حب إنه خدمة، مثلا كنت ملتزمة مع ليجيون دي ماريا ودي الصغار، يطلبوا منا مثلا اعملوا رسالة، نروح نخدم ختيار وهيك. ولكن كلمة راهبات وراهب، لا 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 لا، ما كنت ابدا صحبة انا والراهبات، وما كنت احب الراهبات ولا فكرة الراهبات. كان في خوري يسوعي بالضيعة بالمنطقة برنيكولا، كان يسوع هذا الخوري، يعني كان يشتغل بكل المنطقة وبالتنشئة المسيحية، تعليم دين بالمدارس بالرعاية وبده معلمين دين. أنا يعني بما أنه ما كتير بروح على هالمنطقة هناك، وما بعرف أشياء كتير بالكرة والضيع وهيك، يعني ما كنت محبتي لأنه أعطي دين أو، بس قلت يلا بروح، وبنفس الوقت بتعرف على هالمنطقة بروح معه. هذا النص من الإنجيل، وكان غسل الأرجل. قال لي خدي حضري حضري، وبعدين بيجي بشوف أنا كيف أنت بدك تحضري. بدي شارك، لازم لاقي شيء يعني أقدر شارك فيه وهيك. عم بقرأ عن مهلي، وصلت لمحل وأحب خاصته للغاية. وقفت هونيك مثل كأنه شيء، ما بعرف شو حسيت، يعني ما بدي روح عن هالكلمة، كيف أحب خاصته للغاية، ما بعرف شو صار لي. يعني وقفت هون وحسيتها من جوا، وحسيتها كلها غيرتني، وحسيت يعني هالحب للغاية، يعني كأني عم بشعر فيه، كأني شعرته لإله، كأنه عم بيقول لي أحبني لإلي للغاية، يعني للمنتهى. وحتى ما قدرت بوقتها كمل لآخر الإنجيل. ووقتها بهالرياضة الكل رجع إنسان تاني، وانا كنت عم بتامل هيك بهيدا الرياضه، والا ما بعرف شو بسموها، يمكن الانسان اللي ما بيعمل هاي الخبره شو ما تحكي له بيقول هيدي شو عم تحكي، يعني تعقلت مدري شو صار لها، مش يعني كيف تحكي. بيقولوا في زياره من الله بتجي للانسان. حسيت او شفت يمكن حتى كانه بعيوني انه بقدر ارسم منظر يسوع كيف التقيت فيه، وكيف شكله، وكيف أكثر من إنه المنظر، الإحساس اللي شعرت فيه لا بينوصف. بقول أنا لو كنت طولت بعد شوية الإحساس اللي كنت عايشي فيه بهيدي اللحظات كنت متت، يعني حسيت قلبي مش عم بيستوعب هالحضور اللي حسيته بهاللحظات، وهي كانت لحظات صغيرة. بس هيدي اللحظات الصغيرة بعدها لحديت هلأ هي مرافقتني، وقلت خلاص. يعني ما في شيء بالحياة بضاهي هالدرجة اللي عشتها أو هالخبرة اللي عشتها. بتعرفي الشعور اللي واحد بس يكون عم بيمشي بهالطرقات ويقول أنا نفس الطريق، وخصوصا هون هيك مغارت الحليب وما بعرف شو، هيدي هون كان يدعس المسيح ومشي. أكيد في نعمة خاصة.